نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد، إيدي حطاب والمخرج سيمو مصور. عناوين النشرة: طابت أوقاتكم، لبنان في خضم معارك سياسية واقتصادية، وصوت لبنان لن تسمح بإسكات الصوت الحر المحبوك بعرق الناس ودم الشهداء. موظفو مصرف لبنان أعلنوها مواجهة مفتوحة. اتخذنا القرار بالإضراب المفتوح دون تحديد أيام. ووزير المال يطمئن لا تغيير في العلاقة بين الوزارة والمصرف المركزي. طرابي يرد من بعبدة على نصر الله. بالنسبة للهجمة على مصارف وعلى جمعية مصارف فيها استهداف للبلد ولاقتصاد البلد. روحاني: سنبيع النفط بالرغم من العقوبات. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. مناقشات الموازنة بوتيرتها السلحفاتية أخذت استراحة الويك أند، بينما كرة ثلج الاعتراضات النقابية والشعبية آخذة في التدحرج. والكلمة اليوم كانت للقطاع المصرفي، فموظفو المصارف أعلنوها انتفاضة مفتوحة حتى يبتعد السياسيون عن المس باستقلالية مصرف لبنان، في وقت أطل رئيس جمعية المصارف جوزيف طرابي من قصر بعبدة مطمئنا إلى أن المصارف تحظى بثقة المجتمع اللبناني، وأي استهداف للقطاع المصرفي هو استهداف لاقتصاد البلد، وذلك في رد مباشر على الأمين العام لحزب الله. وبينما صوت المعارك السياسية والاقتصادية يصدح، معركة الحريات لا تبدو أقل وهجاً في محاولة لكم الأفواه وتعميم منطق الرأي الواحد. إذاعة صوت لبنان أعلنت أنها تجد نفسها مرة أخرى في ساحة النضال تخوض غمار الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، بعد إحالة معدة ومقدمة برنامج نقطة على السطر الإعلامية نوال عبود أمام محكمة المطبوعات بدعوى مقامة من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على خلفية حلقة تناول فيها المتحاورون شؤون الجامعة مؤسسة ورئاسة. أضاف البيان الصادر عن إدارة صوت لبنان: لقد أحسن أيوب في اللجوء إلى القضاء ليحدد من هو الحريص على الرأي الآخر ومن هو المتمسك بالرأي الواحد. إنما طرحته الزميلة عبود في برنامجها ليس سوى عينة صغيرة من أسئلة كبيرة تطرح حول الجامعة اللبنانية ورئاستها، وإن تحويل الأسئلة المشروعة إلى سيف مسلط لإسكات صوت الحقيقة لن يمر. صوت لبنان تؤكد أنها لم تؤدي سوى وظيفتها من خلال طرح هواجس الناس، فهي بشهادة مستمعيها وأهل العلم والقلم صاحبة حق منحتها إياه حرية التعبير والرأي وثقة الناس، ولن يشلحها أحد حقها المقدس، ولن يفك أحد الرابط بين صوت لبنان والحرية، وهذا الرابط محبوك بعرق الناس ودم الشهداء. في العام 2019 الإعلام وأهله شهود على محطات سوداء، والمؤسسات الحقوقية أحصت في العام 2018 36 انتهاكا لحرية الصحفيين والحبل على الجرار. أدي حطاب والتفاصيل.
حرية الإعلام في لبنان في خطر في ظل استمرار حملة كم الأفواه على وسائل الإعلام والإعلاميين في كل مرة يكشفون فيها مكامن الهدر والفساد. الزميلة نوالي شعبود تمثل أمام محكمة المطبوعات الخميس المقبل بناء على دعوى رفعها بحقها رئيس الجامعة اللبنانية. فماذا تقول عبود لإذاعتنا؟ في عدد من الحلقات اللي تناولت فيها الجامعة اللبنانية كان في تسليط الضوء على موضوع الثغرات بملف الجامعة، خصوصا من المعترضين على إدارة الجامعة من قبل أصدقاء الجامعة. وأنا حاولت يعني بكل الحلقات أن يكون في عندي ضيوف من الجامعة اللبنانية ومستشار رئيس الجامعة. بعدد من الحلقات كان موجود. بهالحلقة بالذات اللي صار في ردة فعل عليها، امتنعوا الجامعة على أن يكونوا يتمثلوا بهالحلقة، فصار في عدد من الأسئلة. وأنا كنت عم كون يعني محامي الشيطان وعم بتناول بيان الجامعة اللي طلعوه وعم ناقشه مع ضيوف موجودين بالحلقة، وهذا اللي كان زعجت الحلقة رئيس الجامعة وقدم دعوة بحقي. على كل حال أنا رح أنزل أمام القضاء ورح أقول اللي عندي. الزميلة في موقع كتائب.org سونيا رزق بدورها تتحدث لإذاعتنا عن استدعائها إلى القضاء. أنا قضيتي عالقة بالقضاء من أكثر من سنة على خلفية إجرائي مقابلة مع موظف بإهراءات بيروت. هيدا الموظف اتخذ بحقه قرار فصل من وظيفته، وخلال المقابلة اللي أجريتها معه كشف عن بعض الحقائق عن مستشار أحد الوزراء، بس النتيجة اللي كانت كتير بتفاجئ أنه تم استدعائي لإلي أنا إلى مكتب جرائم المعلوماتية والتحقيق معي، ومن ثم تحويل الملف إلى محكمة المطبوعات، واليوم القضية عالقة بالنيابة العامة. من هون بسأل شو الذنب يلي ارتكبته أنا طالما نقلت حديث هيدا الشخص، وهل صارت أمانة نقل الحديث الصحفي مخالفة بتعاقب عليها الصحافي؟ الإعلامي جو معلوف يكشف عن الدعوة القضائية التي أقيمت ضده في اليوم العالمي لحرية الصحافة. بتفاجأ امبارح باليوم العالمي لحرية الصحافة في دعوة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، دعوة كان ضدي وضد الزميل مارسيل غاني. أنا بالنسبة لإلي لما طرحت هذا الملف، ملف الفساد بالقضاء، طرحته كرمال هيدي المؤسسة وصيت هيدي المؤسسة، وطرحته وقلت على الهواء أني ما رح وقف. وأنا لما أقول ما رح وقف ما بوقف، ما فيش يعني لا دعوة ولا شيء رح يخليني أتراجع، لأنه دور الإعلامي بالنسبة لألهم هني بيشوفوه استنسابي. هون ممنوع الإعلامي يحكي بهذا الموضوع، أو لا ليه بدهم يحكوا عن القضاء، أو ليش بدهم يصوبوا الأمور، ليه بدهم يحكوا عن الإصلاح بالبلد، ليه بدهم يحكوا عن سياسة إذا عليه ملفات مشبوعة، ليه بدهم يحكوا عن مناقصات، ليش بدهم يفتحوا هذه الملفات. الزميل هشام حداد تحدث لإذاعتنا أيضا عن مواجهة سياسة كم الأفواه. أنا تعاملت على الوضع بطريقة أنه ما يأثر على أسلوب الإعلامي، بمعنى كفيت مثل ما أنا حكيت اللي براسي، ما غيرت أدائي ولا مرة نزلت السقف. هذا كان أكبر هزيمة للي بوجي، لأنه ليك القضاء ولا اللي بيكمل أفواه إلى حد ما صبره منه هالقد. يعني أنت طولت بالك والنفس الطويل، أنت بتربح بالنفس الطويل، هو بيخسر. بيهم سوريين منهار الإعلام، بينهار الإعلام على وقت كم سياسي فكر أنه بيقدر يكمل أفواه. وفي الختام يبقى السؤال، هل بات قيام الصحفي بعمله على أكمل وجه جريمة في لبنان؟ إيدي حطاب، صوت لبنان. وإلى تغريدة اليوم. غرد الوزير السابق يوسف سلامي فقال: الأحرار لا يرتهنون إلا للحق، للعدالة وللوفاء. صوت لبنان صوت الحرية والكرامة، مرة جديدة يؤكد امتحان الحياة أن قوة الحق والمنطق أقوى بكثير من منطق القوة. شكراً صوت لبنان، لقد سقط المتطاولون في الامتحان ونجحت بواسطتك ومعك الحقيقة والحرية والكرامة في لبنان. رحل درس مشروع الموازنة إلى الأسبوع المقبل، ويستريح الوزراء اليوم وغدا قبل معاودة الجلسات الاثنين لاستكمال المناقشات حول 20 بندا بقيت من المشروع، على أن يبدأ بعدها الشق
الأكثر صعوبة وهو المتصل بموازنات الوزارات. وغداة إطلالة الأمين العام لحزب الله ومطالبته المصارف بالمساهمة في تخفيف عجز الموازنة، التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة رئيس جمعية المصارف جوزيف طرابي، الذي أعرب عن تفاؤله بأن تصدر موازنة توافقية عن مجلس الوزراء يتم الاستماع فيها إلى كل أصحاب الرأي وأصحاب المصالح، مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض ضرائب إضافية في وقت الأزمات الاقتصادية. طرابي رد على الهجمة التي تستهدف المصارف. بالنسبة للهجمة على المصارف وعلى جمعية المصارف، نحن نعتبر أنه هذا الاستهداف له أسباب لا علاقة المصارف بها، لها أسباب نعتبر أنه فيها استهداف للبلد ولا اقتصاد البلد. ماذا يمكن أن يقال عن المصارف التي تمول الاقتصاد اللبناني وحجم تسليفاتها للاقتصاد اللبناني تفوق الدخل القومي في لبنان، وحجم تسليفاتها أيضا للخزينة أبقت الدولة اللبنانية مستمرة برواتبها ورواتب أجهزتها وبكل ما تقوم به الدولة منذ 25 سنة إلى اليوم، هو قائم على جزء كبير منه على التسليف المصرفي. المجتمع اللبناني مجتمع واعي ويعرف الدورة التي تقوم به المصارف ويمحضها ثقته، بدليل أنه فيها ودائع تفوق قدرة أي قطاع مصرفي آخر. وعلى وقع النقاشات التي يخوضها مجلس الوزراء حول أرقام الموازنة وخياراتها، استمر استنفار القطاعات للدفاع عن أي محاولات للمس بالمكتسبات، وتصاعدت المخاوف من شلل مصرفي بعد إعلان موظفي مصرف لبنان الإضراب المفتوح، استنكارا لما يعتبرونه محاولات وضع اليد على المصرف وضرب حقوق موظفيه. رنا ريشا والتفاصيل. في سابقة لم يشهدها من قبل التاريخ الحديث لمصرف لبنان، الذي لطالما عول عليه الوطن للحفاظ على الليرة وعلى استقلاليته ودوره الوطني بالرغم من الحروب، أعلن موظفو مصرف لبنان أثر انعقاد الجمعية العمومية الإضراب المفتوح واتجاههم للتصعيد إلى أقصى الحدود، رفضا للمس برواتبهم والتقديمات الملحقة بهم. رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة اعتبر أن ما يشهده مصرف لبنان هو هجمة مبرمجة. نحن كجمعية عمومية لا موظفي مصرف لبنان اتخذنا القرار بالإضراب المفتوح دون تحديد أيام إلى أن تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة المخدتها بحق موظفي مصرف لبنان. نحن اللي حسيناه أنه الهجمة على مصرف لبنان ما نحجي الموظفين، بس حاسين أنه الهجمة على مصرف لبنان هي هجمة مبرمجة لهدم وتخريب مصرف لبنان. هذه المؤسسة القائمة اللي بعد حامل البلد على كتافها، وهي المؤسسة الوحيدة الناجحة. كنا مبارح حكينا أنه الدولة بنيت كل مؤسساتها نشاطها على ظهر مصرف لبنان بعد ما طلعنا من الأحداث الأليمة اللي صابت البلد. رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج دق ناقوس الخطر، معتبرا أن قرار الإضراب ليس بالسهل، وعن تداعيات القرار قال: قرار اللي أخذوه زملائنا بمصرف لبنان رح يشل العمل بالقطاع المصرفي بفترة كتير قصيرة، لأنه المصارف لتقدر تتعامل مع الخارج أو حتى لتقدر تتعامل بالداخل مع عملائها هي بحاجة لمساعدة مصرف لبنان. عمليات القطع نحن عادة ناخد أسعارنا من مصرف لبنان، إذا مصرف لبنان ما عم بيسعر كيف منا نسعر؟ نسعر اعتباطي؟ كمان هاي إشكالية. تحويل بين المصارف داخليا كمان إذا وقفت يوقف الحركة. القرار اللي أخذته الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان قرار كتير خطير، ولازم تتبارك والحكومة اللبنانية وتجرب تعطيهم التطمينات اللازمة للجهاز البشري بمصرف لبنان، وإلا نحن رايحين على كارثة. أنا ما بخفي عليكي نحن في هجمة على القطاع المصرفي ما شاهدناها من قبل، ونحن كاتحاد نقابات موظفي مصارف كمان رح يكون لنا موقف إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لأنه زملائنا بالمصارف رح يكون عندهم مشكلة كبيرة يواجهوا العملاء، نحن اللي بنواجه العملاء مش إدارتنا. فإذا مصرف لبنان بده يضل مفكر نقابة موظفي مصرف لبنان قد نضطر إلى اتخاذ قرار كمان نحن لنحمي موظفينا وزملائنا بالمصارف إنه نحن كمان بنوقف خلص. موظفو مصرف لبنان أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم بالإضراب المفتوح قبل أن تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائزة بحقهم، مشددين على أن تداعيات إضرابهم ستكون أخطر مما يتوقعه المعنيون. من مصرف لبنان، رنا ريشا عيد، صوت لبنان.
وزير المالية علي حسن خليل أكد في تغريدة عبر تويتر أن كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي محض اختلاق ولا أساس له، وهو جزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة. وعلى خط التحركات المطلبية أيضا، قرر اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستمرار بالإضراب والإقفال التام وعدم الحضور إلى مراكز العمل لحين إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون موازنة العام 2019 وكل ما يشكل خطرا على حقوق ومكتسبات العمل. نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان أكدت الاستمرار بالإضراب ودعت إلى الاعتصام والتظاهر أمام المركز الرئيسي للصندوق في وطن مصيبي عند 10 من صباح الاثنين المقبل. إضراب عمال مرفأ بيروت كاد أن يتسبب بشرخ بين عمال المرفأ المضربين ومالكي الشاحنات الذين طالبوا بإنهاء الإضراب في المرفأ نظرا للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد. تقرير مجدولين عيد. مرفأ بيروت المقفل منذ أيام بفعل الأعياد وإضراب المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كان على موعد اليوم مع مواجهة بين العمال المضربين وأصحاب الشاحنات المتضررين من إقفال المرفأ. معش فيها نحمل نحن مش ضدهم، هن آخر الشهر معشيتهم بنقبضوها سواء كانت طيري أو قليلي، بس نحن عم ندفع من جيبتنا من لحم الحي. إنهاء حالة الإضراب لأنه هذا الموضوع بده يتفاهم أكثر من هيك، ولما العالم تقعد بلا شغل ما بيعود حدا يقدر يضبط الشباب وما بيعود حدا يضبط شو عم بده يصير. نحن جماعة معطرين بدنا نعيش، عندنا موظفين بدنا ندفع اجاريتهم، كل واحد معيشه 15 و20 و30 و40 مليون، في ناس بتقبض معيشين واثنين وثلاثه، كل تعهد جوا بكلف 100,000 دولار عم يسجلوا 500,000 دولار. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الاسمر شدد على الوحده العماليه في سبيل لنيل الحقوق. نحن مختلفين عشو مختلفين؟ الحكومه بتقدر تحل الامور بلحظه بربع ساعه، الامور بالبلد تتجه نحو الأسوأ. المفروض بالمسؤولين أن يبادروا لعلاج هذه المواضيع، لأنه شفنا الأمور كيف عم تتطور، مفترض بالمسؤول يكون عنده حس المسؤولية وأن يبادر. أنا صار لي جمعتين بطلب حوار إلى إجراء حوار لحل هذه الأمور. في الموازات ناشدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت المسؤولين التدخل لإيجاد حل لإضراب عمال المرفأ الذي أدى إلى إلحاق أذى كبير بالاقتصاد الوطني، محذرة من أن استمرار هذا الإضراب سيجبر خطوط الملاحة العالمية على تغيير مسار الإبحار إلى مرافق البلدان المجاورة وبالتالي تحميل التجار والمستوردين أعباء إضافية كبيرة. مجدلين عيد، صوت لبنان. وفي إطار جلساته المفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بمشروع الموازنة وما ورد فيه من بنود تطال السلطة القضائية، نفى مجلس القضاء الأعلى أن يكون قد وجه الدعوة للقضاة للتوقف عن العمل ودعا القضاة إلى متابعة عملهم كالمعتاد. وزير الاتصالات محمد شقير تطرق في خلال رعايته مؤتمرا عن التكنولوجيا إلى توقعاته بالنسبة لمناقشات الموازنة. الموازنة بعد في تنين ثلاثة يمكن ماكسيموم الأربعة، بس بالنهاية عم بنعمل شيء، عم بندرس كل بند ببنده، في بنود عم تاخد 10 دقايق نص ساعة ساعة، بس في أشياء كمان عم نسهل فيها. يعني هي الموازنة مش كلها يطلع ضرائب جديدة، أما لا في أشياء كتير اليوم تسهيلات إعفاءات. وزير الخارجية جبران باسيل أعلن من جهته في خلال جولة في جوبيل أن شرط التيار لإقرار الموازنة هو الاتفاق على خطوات لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، مؤكدا من دير عناية أنه لن يهدأ قبل أن تنفذ طريق القديسين. يلي عم يمنعنا أن نحمي اقتصادنا نحمي صناعتنا هي العقل السياسي بلبنان يلي بيخاف أنه يزعل الخارج، لأنه كل ما بدك تحمي منتج بلبنان في دولة بدها تزعل منك برا أو بتصدر لك إياه، وهيدا الشيء يلي بده تحرير سياستنا الاقتصادية، مثل ما حررنا أرضنا ومثل ما حررنا قرارنا الوطني، نحن اليوم أمام معركة سياسية لتحرير قرارنا الاقتصادي من الهيمنة. النائب الأولى نحاس رأى في حديث إلى برنامج اليوم السابع من صوت لبنان أن الموازنة المعروضة حاليا لا تعالج المشاكل التي نعاني منها.
رغم كل شيء عملته في عاجز كبير، سنة الجاي شو بعمل؟ سنة اللي بعدها شو بعمل؟ لما بيوصل ديني إلى 200 مليار وبعدين وين رايحين؟ بدنا نطرح الأمور الأساسية. نحن قادمون أن نقوم بواجباتنا قدام الناس اللي نحن وعدناهم ووظفناهم وعملنا الذي لا يعمل. فصل 15,000 زلمة بالسنة في واقع بنطلع منه كلنا، بنعطي رأينا، بنخابط برأينا، وإذا ما سمعنا منكم القليل اللي عملنا واجباتنا. ما حدا عم يشوف بكرة 2020 شو بده يصير. أنا بتمنى كلهم يقوا فزكة الموازن ويشوفوا شو موصفين. ما في توصيف بيقول أنا بعد 5 سنين بدي أوصل لحل، لأن الحل ما بيصير سنة سنتين. أنا أبشامل روكوز دعا في حديث البرنامج نفسه إلى رؤية اقتصادية ونقدية للتحكم بالموازنة. احنا مصرين انه لمسس بحقوق العسكريين وبحقوق القطاع العام، يعني هذه المؤسسات بالنسبه لي مقدسه لقيام البلد اللي هي الامن والقضاء. فلسفه الموازنه اللي قايمه على الاقتطاع من القطاع العام لازم تتغير بنسبه كبيره وتروح بالاتجاهات مصادر الهدر والسرقه والاختلاس والفوضى الماليه. يعني بده يكون في رؤيه اقتصاديه ورؤيه ناديه على اساسها تحكم بفلسفه الموازنه، ولا مثل ما ماشيين هلا انه حيالله نقطه من القطاع العام، هذه الشغلة ما أنا مقبولة ولا رح تصير. مستشار رئيس الحكومة نديم الملا دعا إلى تنشيط القطاع الخاص متحدثا عن قدرة لبنان في الالتزام بمقررات سادر. لجم العجز في موازنة الدولة، موازنة الدولة وانتفاخ القطاع العام صار إلى مستوى غير مقبول. رب العمل الوحيد بلبنان أصبح القطاع العام، وهذا أيضا غير مقبول. على لبنان أن يعيد تنشيط دور القطاع الخاص، وهذا حيلب سادر في برنامج استثمار وطني في تصحيح مالي. هذا التصحيح المالي لبنان يعتقد بأنه قادر يخفض العجز بحدود 5% خلال 5 سنوات القادمة، وبالتالي العجز بينزل إلى مدون 5-4% من الناتج، وهذا بحط لبنان بمصاف الدول يلي مقبول عجزها عالمياً. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ناشد في رسالة وجهها لمناسبة شهر رمضان القوى السياسية الوقوف إلى جانب الحكومة لإنجاز موازنة متوازنة. ندعو إلى أن يكون عصر النفقات وضبطها هو الأساس في بنود الموازنة، واتباع سياسة التقشف ومقاومة الفساد والهدر، وإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون في عمله، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومتوازنة للخروج من الوضع الذي نحن فيه اليوم. الامتحانات الرسمية مع كاميرات بعد الفاصل. بعد إعطاء الدروس في إدارة البلد من دون موازنة، هل نصبح نموذجاً فريداً في مناقشتها؟ من يفك لغز الموازنة وطلاسم أرقامها؟ التقشف على مين؟ والإعفاءات لمين؟ هل من سمع بمكامن الهدر ومزاريب الفساد؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرحها غرازييلا خوري على ضيفها وزير المالية السابق الدكتور دميانوس قطار في كواليس الأحد 10:30 من صوت لبنان. أكد وزير التربية أكرم الشيب أن الامتحانات الرسمية ستكون عادلة وهادئة ومنضبطة ضمن المنهج المعتمد ومع كاميرات، منشدداً على السعي لرفع مستوى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين المستلزمات المطلوبة لهما رغم التقشف. وأشار الشيب في احتفال تكريمي إلى أننا سنعزز المدرسة الهادفة إلى تربية سليمة ونحاسب مدارس التجارة والربح. في إطار جولته على المستشفيات الحكومية، تفقد وزير الصحة جميل جبق مستشفى بعبدة الحكومي، مؤكدا أنه سيسعى لتقديم الدعم اللازم لتطوير المستشفى واسترداد الأرض المجاورة له ونقل سجن النساء. ومن مستشفى ظهر الباشق نوه جبق بصبر المستشفيات الخاصة آملا أن تدفع مستحقاتها المتراكمة قريبا.
القطاع الاستشفائي بلبنان الخاص عم بيقوم بمهمة 80% من حاجتنا كشعب لبناني، وبدي أقول لهم من هون إنه مصيركم إن شاء الله حيكونوا موجودين بعد الموازنة مباشرة. تحملتوا هالمدة هيك تحملونا شهر زمان بعد، وإن شاء الله بتكون كل الأمور مثل ما بتتمنوها. قطع أهالي الموقوفين الإسلاميين الطريق العام أمام سراي طرابلس احتجاجاً على معلومات سرت عن التعرض لأبنائهم داخل مبنى الخصوصية. بالموازاة أفيد عن توتر وأعمال شغب في المبنى باء في سجن رومي تنديداً بما جرى في مبنى الخصوصية الأمنية. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء هجوم على أهداف لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة، وكانت عشرات الصواريخ قد أطلقت من القطاع وسقطت على مستوطنات إسرائيلية. وعلى الأثر ردت إسرائيل بقصف مواقع لحماس، حيث أفيد عن سقوط 7 جرحى فلسطينيين. الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن ما لا يقل عن 150 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وأن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل. وفي ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة في غزة رفع مستوى الجهوزية واستعداد المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ كافة. مع بدء سريان العقوبات القاضية بمنع إيران من تصدير نفطها عبر وديك هرمز وغيره، تعهد رئيس البرلمان الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم وفقا للاتفاق النووي بالرغم من العقوبات الأمريكية. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده ستبيع النفط بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة. وفي تصريحات للتلفزيون رسمي قال روحاني إن أمريكا تسعى إلى بث الخلافات الداخلية، وليس أمامنا سوى الصمود والوحدة والأمل بالمستقبل. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر من جهة أنه في حال وجد عداء في المنطقة فلا أحد سيكون بمنأى عنه. إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا والحرارة فوق معدلاتها الموسمية وتصل على السواحل إلى 24 درجة. كان في النشرة: لبنان في خضم معارك سياسية واقتصادية، وصوت لبنان لن تسمح بإسكات الصوت الحر المحبوك بعرق الناس ودم الشهداء. موظفو مصرف لبنان أعلنوها مواجهة مفتوحة. اتخذنا القرار بالإضراب المفتوح دون تحديد أيام. ووزير المال يطمئن: لا تغيير في العلاقة بين الوزارة والمصرف المركزي. طربي يرد على نصر الله من قصر بعبدة. بالنسبة للهجمة على مصارف وعلى جمعية مصارف، فيها استهداف للبلد ولا اقتصاد البلد. روحاني: سنبيع النفط بالرغم من العقوبات. ختام النشرة استمعتم إليها من صوت لبنان.